والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما محمد وزينة. والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثلي شركة المساعة السعودية لبحث فرص تصنيع مكونات المشروعات الكهربائية المختلفة. وخلال الاجتماع أكد مدبولي نجاح مصر في تصنيع المكونات المطلوبة لمشروعات الكهرباء بنسبة تصل إلى 75%. ومن جانبهم عرض مسؤول الشركة إمكانية إقامة مصنع لشواحن السيارات الكهربائية، وهو ما رحب به وزير الكهرباء في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات صديقة البيئة ومن بينها السيارات الكهربائية. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة توجه الدولة للاعتماد على القطاع الخاص في قيادة النمو، حيث تم إطلاق استراتيجية خاصة لدعم القطاع الخاص حتى عام 2030. وخلال منتدى الأعمال المصرية الأوزبكية بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، أكد هبة أن الحكومة المصرية استحدثت الرخصة الذهبية كما أطلقت وثيقة ملكية الدولة. ومن جانبه أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي أن بلاده تستهدف تأسيس شركات صناعية مع مصر، وأن تكون مصر بوابة الاستثمارات الأوزبكية للأسواق المرتبطة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع القاهرة خاصة قارة أفريقيا. هذا ووقع القطاع الخاص المصري 7 مذكرات تفاهم استثمارية مع الحكومة الأوزبكية. تعمل الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية على تطوير المواني البترولية المتخصصة التي تمتلكها ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات والقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية وحماية البيئة. وأوضحت وزارة البترول أن الفترة الحالية تشهد العمل على عدد من المشروعات المستقبلية فيما يخص التوسعات التي تجريها الدولة في المواني البحرية ضمن تطوير قدراتها كمركز لوجستي للنقل والتداول، كما تشهد العمل على الانتهاء من تسوية كافة الملفات المتعلقة بين الجانبين. في منطقة الخليج أغلق المؤشر السعودي على تراجع بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيتحرك لتجديد السياسة النقدية بصورة أكبر لتحكيم التضخم. وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة تقدر ب0.5%. وفي قطر خلف المؤشر التوجه العام لينهي تعاملات على ارتفاع بنسبة تقدر ب7%. أما في البحرين فصعد المؤشر العام بنسبة 9%. حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل مع وصول كمية قليلة نسبياً من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق، إضافة إلى توقعات بارتفاع استهلاك الصين هذا العام. وقال بيرون أن الحكومات الأوروبية اتخذت الكثير من القرارات الصائبة خلال العام الماضي لضمان إمدادات الطاقة مثل بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال لتحل محل تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، لكنه أضاف أن الحظ حلف الحكومات الأوروبية أيضا إذ أضعف الشتاء المعتدل الطلب، كما أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى أول انخفاض في استهلاكها منذ 40 عاما. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى محمد ودينا. شكرا لك ميرنا إيهاب.